ولتسليط الضوء أكثر على تقلص المساحة الخضراء في العراق وأثرها على الاقتصاد والبيئة، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد خبير الزراعة والموارد المائية تحسين الموسوي. أهلا بك معنا أستاذ تحسين. أهلا بك سيدي، تحية لك ولكل مشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ تحسين، كيف ترى وضع قطاع الزراعة في العراق في ظل تقلص المساحات الخضراء وسوء إدارة الموارد المائية وزحف قطاع الإسكان عليها، وما هي مخاطر يعني نقص هذه المساحات الخضراء على البيئة في العراق؟ بداية أنا استمعت للتقرير، أتكلم عنه بعض الشيء ونتحول لسؤالك الثاني. بالنسبة للتجاوز على المساحات الخضراء لشركة النفط بأراضي سكنية، حقيقة هذا ما يعتبر ضمن اختصاصاتهم، لكن التجاوزات حقيقة بالنسبة للمشاريع النفطية والاستكشافات أخذت مساحات واسعة على مستوى عموم البلاد يعني. أما هذا التجاوز فهو تجاوز يشمل كافة المناطق العراقية، وهذا أيضا للأسف الشديد فقط نتيجة التوسع السكاني، يعني هنا سوء التخطيط، وزارة التخطيط اللي ما كانت عندها دراسات كاملة لهذا الموضوع. والجانب الثاني أيضا اللي سبب لنا أيضا أو سيسبب كارثة أكثر، كما تفضلت تقريركم، كارثة بيئية كذلك يهدد الأمن الغذائي في المساحات الخضراء. أما بالنسبة تكلمت عن تهديد الزراعة وعملية سوء إدارة الموارد المائية، يمكن تكلمنا عبر قناتكم ومناسبات كثيرة على أن الشح العالمي وأزمة المياه العالمية اللي حذر منها العلماء أكثر من عقود، لكن للأسف تم تجاهل هذا الأمر واستعد أمر سوء بعد 2003. وأعتقد السنين القادمة ستكون سنين أصعب، خاصة وأن الحلول اللي موجودة له ليست بمستوى الحدث. السيطرة تامة على موارد العراق المائية، إضافة إلى ذلك أيضا لا يوجد في العراق سياسة حصاد مياه، لا نزال نتعامل بالطرق القديمة، لدينا استهلاك كبير بالمياه، هذا أيضا يعيب علينا ومشاكلنا مع دول المنبع. الآن الوضع خطير، يمكن الحدث المهم والأهم هذا العام بعد 3 سنين تكاد تكون جاء التقلص الزراعية إلى أن أصبح اليوم بالعراق حوالي ما يعادل 20% من استخدام أراضينا للزراعة. هذا نتيجة أيضا للشح المياه اللي خاصة لكثرة أكثر من 3 مواسم. الآن المشكلة أنه راح نشهد نقص بمادة الطحين بالبطاقة التمويلية. العراق يحتاج بحدود 4.5 إلى 5 مليون طن. طيب. والزراعة تقلصت هذا الموسم إلى 2,500,000 دونم، ويعني ما نقدر نسد أكثر من 2,000,000 طن. الآن ارتفاع بأسعار الحنطة عالميا، عقد وزارة التجارة قبل أيام اللي عرفنا عنه طبعا من خلال بعض مصادرنا أنه تم التعاقد على 1,000,000 طن بسعر 700 دولار، ناهيك عن أجور النقل وغيرها. هذا الأمر حقيقة سيضيف عجز أيضا على موازنة الوزارة، إضافة إلى ذلك لا يمكن سد احتياج، يعني سنشهد أزمة وأزمة حادة. نحن مهددين بالأمن الغذائي. طيب مسألة التجاوز يعني بما أننا نتحدث هنا سيد تحسين عن تقلص المساحات الخضراء، فعليا وبخبرتك الزراعية وجود مساحات خضراء ومتنزهات في العراق، هل بات اليوم من الكماليات أم أنه من الأساسيات؟ لا بالعكس سيدي الكريم، هو من الأساسيات. نعم صحيح، هو الكمالية موجودة والجمالية موجودة أيضا، لكن هو من الأساسيات. إذن لماذا هو يعتبر يعني بما أنه من الأساسيات لماذا لا يتم التعامل معه على هذا الأساس؟ سيدي الكريم، للأسف اليوم يعني إحنا نتكلم عن يعني جناكم تعرف إنه هذه نتيجة الفوضى ونتيجة الأزمات الكبيرة ونتيجة الخطأ أخطاء اللي بنت عليها العملية السياسية اللي أرمت بظلالها على كل مفاصل كل مفاصل الحياة بالعراق، على الخدمات، على الصحة، على البيئة، على غيرها. هذه أيضا نتيجة السياسات الخاطئة. اليوم من نتكلم عن هذا الموضوع حقيقة هو يهدد، مو فقط يهدد صحة الإنسان،
يهدد احنا نتكلم عن امن غذائي، نتكلم عن صحه انسان، نتكلم عن تنوع احيائي، نتكلم عن المساحات الخضراء. هذه اولا، هذه سمنت ل اولا اليوم اللي يشهد من الاحتباس الحراري نتيجه افتقادنا للحزام الاخضر والمساحات الخضراء. الجانب الثاني المهم واللي اكثر اصبح عندنا خطوره انه الاحتباس الحراري الشديد ونتيجه التصحر اللي انا اتحدث عنه يمكن اكثر من مره من خلال قناتكم. احنا الان بالمرحله الثالثه، يعني اذا استمرنا اذا وصلنا للمرحله الرابعه راح يكون عندنا عجز كبير. يعني هذه المرحله نحن نحتاج الى موازنات كبيره للسيطره او لايقاف تمدد الصحراء. هذا الجانب اذا وصلنا للمرحله الرابعه، هذه مرحله من الصعب ايقافها، واذا استمرينا بهالسياسه هذه وهالخطوات هذا، اذا نحن في مستقبل صعب جدا. ايضا اللي ارتفعت لدينا الهجره اليوم، يعني هذا ايضا بدا يشكل خطوره علينا. النسبه العاليه من السكان اللي تحتاج على الزراعه بدات هذه تنخفض. بدات ايضا عندنا تكلمت على التنوع الحيائي خاصه نتيجه انخفاض مناسيب المياه، بدا ايضا ينخفض عندنا. الان الاهوار اللي هي تشكل نسبه عاليه من الرطوبه وكذلك من الاعراض الرطبه ايضا، وكذلك تكون مصدر مهم لتقليل الاحتباس الحراري. الان هذا الجفاف مالتها راح يوعدنا بصيف او مواسم استقال تكون مرتفعه درجه الحراره. وكل ما ارتفعت درجه الحراره كل ما فقدت الارض خصوبتها، يعني شكرا. كل درجه تفقدنا حوالي 20% من الانتاج. هذه المراحل وهذه الدراسات وهذه التراكمات حقيقه بدات تزداد، يعني لحد هاللحظه هذه لا توجد حلول او واقعيه. كل ما يقدم هو نتيجه هو دراسات وبرامج، لكن تطبيق على ارض الواقع حقيقه شكرا لا يوجد. حتى اذا اردنا ان نتكلم عن هذا الجانب نلاحظ ان الموازنات وصلت للموارد المائيه والزراعه لا تكون بمستوى الحدث. وصلت الفكره. يعني عذرا على المقاطعه ولكن لضيق الوقت، كنت ضيفا عبر الهاتف من بغداد خبير الزراعه والموارد المائيه تحسين الموسوي، شكرا جزيلا لك.